هجوم مباغت وتوغل هو الأكبر داخل إسرائيل منذ عقود، كابوس ربما لم تستفق منه تل أبيب بعد، كلها مشاهد تلخص حجم الصدمة التي لا تزال تعيشها إسرائيل على وقع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل فلسطينية، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات عصيبة ومتزايدة بشأن إخفاق المنظومة الأمنية التي طالما تحدثت عنها الحكومة الإسرائيلية. على مدى الأشهر 18 الماضية وفي ظل احتدام العنف في أنحاء الضفة الغربية، ساد الهدوء النسبي قطاع غزة باستثناء اشتباكات متفرقة عبر الحدود، هدوء اعتقدت معه تل أبيب أن الوضع هناك تحت سيطرتها. لكن عندما جاء المحك الحقيقي بدأ أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تنهار عندما اخترقت عناصر من الفصائل الفلسطينية السياج الأمني وانتشرت في المدن والبلدات بينها أفكيم البعيدة عن الحدود أكثر من 40 كيلومترا. تفاصيل العملية تثير كذلك علامات استفهام كبيرة، فكيف سيطرت عناصر الفصائل على مواقع أمنية من بينها مركز للشرطة في بلدة سيديروت جنوب إسرائيل، وكيف اقتحمت معبر بيت حنون وهو منشأة محاطة بإجراءات أمنية مشددة يمر عبرها الأفراد من وإلى القطاع عبر سلسلة من الضوابط الصارمة. وبينما تترنح إسرائيل تحت وطأة هذا الهجوم المباغت والفادح في الخسائر، شهدت جلسة حكومة نتنياهو مداولات صعبة ومشادات بين عدد من الوزراء دارت جميعها حول الإخفاق الاستخباراتي والفشل في جمع أي معلومات كان من شأنها أن تساعد على التنبؤ بعملية طوفان الأقصى التي أغرقت إسرائيل.